أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كيبورد، وفي أبرز عناوين هذه الحلقة: ثورة فبراير في ذكراها التاسعة، ماذا كتب عنها في مواقع التواصل؟ صور لليمن بعيون أهلها على صفحة في فيسبوك. ومن أخبار التكنولوجيا، سامسونج تطلق هاتفها القابل للطي وتستخدم الجيل الخامس. وضيف فقرة الاستضافة الفنان خالد المخلافي. إذن نبدأ اليوم من أبرز قضية في الأسبوع الماضي، وهي ذكرى ثورة 11 من فبراير، الذكرى التاسعة، والتي كتب عنها الشاعر عامر السعيدي، كتب عن ثورة فبراير في ذكرها التاسعة قبل أيام قليلة. سنقرأ جزء من هذا المنشور، والذي قال فيه: ما الجريمة في أن تقول أريد حقي في انتخاب رئيس كل 4 سنوات وأرفض توريث الحكم حتى وإن كان لولدي؟ ما المشكلة في أن تطلب بنفاذ القانون على شيخ حاشد وعلى بائع ورد في محافظة الحديدة؟ ما الخطأ في أن تحلم بوطن لا معبود فيه إلا الله ولا قداس فيه إلا للإنسان؟ يا هؤلاء لا نقائض الوطن، أو لا نقائض الوطن بقليل من الأمن، لتحرق بكبريت إن كان لكم من السمكة لحمها الأبيض ولنا شوكها الحاد. لقد حملنا الورد وحملتم البنادق وقلنا بالسلمية فأحرقتم الساحات بالنار، وهتفنا للجيش فأطلق علينا الرصاص، وسامحنا الرئيس فذهب لينتقم منا بإحراق البلد، أردنا السلام للجميع فأشعلتم الحرب في الجميع، رفعنا الدستور الذي أهنتوه فرفعتم المصاحف للخداع، أعطيناكم الحصانة فبطرتم حتى جاء من أسقطكم من على الحصان. كل عام نحتفل بذكرى أحلامنا فنتذكر بسوء أعمالكم، وكلما قلنا لكم الله الوطن، كل ما نقول نحن لكم الله الوطن الثورة، قلتم الزعيم والعائلة والحزب. ونذهب إلى منشور آخر عن ثورة فبراير، أيضا كتب عبد السلام السحامي، وقال في منشوره: انطلقت ثورة فبراير ضد الظلم والفساد سلميا، وقد أصبحت الآن ضد الإمامة والكهنوت بشكلها المسلح الذي تشاهدون، لأن الإمامة هي التي كانت تعمق في مؤسسات الدولة، تعمق الفساد والظلم لتشوه النظام الجمهوري وديمقراطيته. كل ما يمكن أن يشغل العالم ويثير اهتمامه تم تخصيص يوم عالمي للاحتفال فيه، وللإذاعة أيضا يوم عالمي كتب عنه محمد السامعي في صفحته في فيسبوك. محمد السامعي يقول: 13 من فبراير اليوم العالمي للإذاعة، كل عام وجميع الإعلاميين الإذاعيين والمستمعين الرائعين بخير وصحة، للإذاعة نكهة خاصة وجمال فريد وعمل رائع فيه حميمية مميزة ووفاء وصداقة مشتركة بين المذيع ومستمعين. 6 سنوات تقريبا منذ توقفي عن العمل الإذاعي بسبب ظروف الحرب اللعينة، وما زال في القلب لوعة وحب للعمل الإذاعي الجميل المسك برياحين الجمال وعبير الوفاء. ونطالع أيضا منشور آخر: فقدوا منازلهم ونزحوا عنها بحثا عن الأمان، وحين وجدوا الأمان لم يستطيعوا إيجاد بيت. جلال الأحمدي قال في صفحتي عبر فيسبوك، قال: هل أتاك حديث النازحين الذين يبيتون في العراء؟ إحدى الأسر النازحة في مخيم الخانق نهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويخيم عليهم البؤس في هذا البرد القارس، وغياب تام لدور الحكومة والمنظمات الإنسانية التي تكتفي بتقديم بعض الخيام التالفة.
نطالع أيضا منشور آخر، هي مجموعة من الصور التي جمعتها الصحفية سامية الأغبري، ونشرت صور لأطفال في مدرسة مدمرة وعلقت عليها بعض من أبيات الشاعر محمود درويش، يقول إنني أبحث في الأنقاض عن ضوء وعن شعر جديد. نطالع هذه الصور. أيضا ننتقل إلى محافظة شبوة، يعني كتب هنا في شبوة تحديدا في مديرية عسيلان، تم تدشين المهرجان الخامس للتراث والموروث الشعبي والفروسية والهجن. يعني نطالع بعض هذه الصور للمهرجان الذي تم خلال الأسبوع الماضي، والذي يعني أثار إعجاب الكثير من الحاضرين لهذا المهرجان. نطالع بعض الصور. نطالع أيضا مشاركة أخرى لحمزة الفرح، تحدث عن المشاريع الوهمية التي يقوم البعض لكسب المال، ويقول اليوم تفاجأت بوجود دينا محملة بالكثير من لوحات المشاريع الوهمية للجنة الإنقاذ الدولية، وعلى سبيل المثال قصرا وليس حصرا ما وجدته أمام المدرسة التي لم ينفذ فيها أي مشروع تابع لهم، ولم نرى لهم وجود إلا اليوم لغرض نصب اللوحة الوهمية، حسب ما يزعمون أنهم نفذوا مشروع في المدرسة قبل 4 أشهر، ويجي في شهر 2/2020 ينصب لوحة تنفيذ مشروع وهي وهمية مر عليها 4 أشهر. طبعا هذه مشاريع كثيرة تحدث مشابهة لنفس القصة التي تحدث عنها حمزة، يعني يتم الحضور وقت فقط وضع اللوحة ويعني تسجيل الإنجاز، بينما في الواقع لا يوجد شيء. نشاهد. ومشاركة أخرى، رسمة تحاكي الواقع وكأنها حقيقة، أو حتى صورة كانعكاس للحقيقة، نشوفها من منشور عبد الله شمسان. نتابع. لوحة في غاية الجمال وفيها الكثير من الدقة. إذن نذهب الآن لمتابعة مجموعة من الصور من صفحة زور اليمن بلا سفر، لقطات عابرة من مختلف مناطق اليمن، نتابع سويا. نذهب الآن إلى التكنولوجيا وجديد أخبارها، حيث كشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتف ذكي قابل للطي، كما زودت أجهزتها الرئيسية الأخرى بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس في إطار سعيها للاحتفاظ بمكانتها كأكبر شركة للهواتف الذكية في العالم. ويأتي هاتف سامسونج الجديد
القابل للطي جلاكسي زد فليب على شكل مربع كبير عند طيه، كما يمكن بسطه ليبدو مثل معظم الهواتف الذكية. سعر الهاتف حاليا في السوق يبدأ من 1380 دولار، وسيكون متاحا بالأسواق قريبا بالألوان الأرجواني والأسود وأيضا الذهبي. ومن سامسونج إلى الشركة التي أنحاز إليها أنا شخصيا كثيرا، وهي شركة أبل، فهي يعني خبر مؤسف، تلقت عقوبة نادرة بعد ما يقارب 3 سنوات من اعترافها في عام 2017 أنها اتخذت إجراءات لإبطاء سرعة بعض الهواتف التي تنتجها، مبررة لفعلتها هذه برغبتها في أن تعيش هذه الهواتف عمرا أطول. العقوبة جاءت من قارة أوروبا، هي غرامة تقدر ب 27 مليون دولار، واتهام أبل بارتكاب جريمة خداع. الهيئة الرقابية الفرنسية التي فرضت العقوبة قالت إن المستهلكين لم يتلقوا إخطارا بأن هواتفهم القديمة ستشهد خفضا متعمدا في سرعة التشغيل، لذا كانت هذه العقوبة، وهي بالفعل عقوبة مستحقة. إذن ننتقل الآن لمشاهدة بعض مقاطع الفيديوهات التي انتشرت خلال هذا الأسبوع، بداية من فيديو للفنان علي مجاهد وأغنية وطنية تحمل اسم الضفائر. نشوف جزء من هذا الكليب، وتحية للفنان علي مجاهد، نتابع. أنت من حرك الكوامن في النفس وأشعلت، أشعلت في الحنايا المشاعر، فلماذا قصائدي فيك أحلى، فقصيدي من المحاسن نذهب أيضا لمادة أخرى لطفلة رانيا البالغة من العمر 12 عاما، نشرت من صنعاء تشارك حياتها اليومية بروح جميلة عبر صفحة يونيسف، وحازت على تفاعل كبير. دعونا نشاهد جزء من هذا الفيديو. هنا أريام اختي جالسة الأب العروسة، هنا محل المطبخ حقنا، هنا محل الحمام والحمام نفرحهم، هنا أبقى في اصطنعنا الدافور مثل ما هذا بيتنا، هذا بيت يعني أنا هذا ما بيش معه كهرباء، والأمطار لما تدم اسمه تجي يعني تهب هنا البيوت زي، بعدين يناموا فوق الفرش مبتلة وذا، وإحنا يعني منهم دحين نلبس ثياب المدرسة وشابك سلام مدرسة. الآن أنا جاهزة عشان أروح المدرسة. أنا الآن رايح المدرسة أنا وأختي مع بعض، وأختي صاحبتي، ونروح المدرسة مشي ونرجع مشي. هذه مدرستي اللي كل يوم أروح فيها أمارس النشاطات، المواهب، الإذاعة، يعني يجيبوا لي نشاط، أنا أجلس هناك فيها نعمل كل حاجة في المدرسة. إذن نذهب لأيضا مشاركة أخرى وفيديو آخر، هي أغنية طربية بعنوان سامحتك كثير بصوت رائع للفنان يدعى أحمد عقيل، نسمعها معكم نتابع. سامحتك 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 كثير، سامحتك سامحتك بقلبي الكبير، ومش غصب عني ولا ضعف مني ولا كل
لك سامحتك سامحتك كتير وبحذرك لو الزمان كان غيرك هبعد عنك واسيبك وانسى. فنان مغمور وصوت في غاية الروعة. إذن نتابع مقطوعة جميلة ومبتكرة لصابر بامطرف حملت عنوان جزيرة العرب بمقطعنا الأخير من الفيديوهات المقرر استعراضها هذا الأسبوع. نتابع سويا. وصلنا الآن إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الفنان الشاب خالد المخلافي. نرحب بضيفنا خالد. خالد مرحبا بك. أهلا فيك. أهلا أهلا بك خالد. كيف الأحوال وكيف الأجواء في تعز؟ تمام الحمد لله. حياك يا خالد. طبعا أنا يمكن أعرف عنك الكثير، دخلت صفحتك وقرأت وعرفت عنك، أيضا طاقم الإعداد يعرفوا عنك الكثير، لكن المشاهدين يعني لو تعرفهم من هو خالد؟ بسم الله. أول شيء أشكر قناة بلقيس على الاستضافة. الاسم خالد عبد محمد علي المخلافي، فنان غنائي وفنان تشكيلي، عضو فريق مؤسسة فن وعضو فريق مشاقر تعز، أدرس في جامعة الحبيل فنون جميلة مستوى ثاني. نعم. إذن جميل. يعني خالد في مسألة أنه بروزك كفنان وأيضا هناك مواهب أخرى سنتحدث عليها فيما بعد، وعن عضويتك في فريق فرقة مشاقر تعز، هذه الفرقة التي تميزت واشتهرت إلى حد كبير في الآونة الأخيرة. لو تساءلت أنت خالد كفرد في هذه الفرقة، هل يعتبر خالد اليوم شخص مشهور وبالتالي أصبح معروف لدى الكثير؟ هذا أكيد بالنسبة لي أنه أصبح شخص معروف لدى الناس، وأنه أطور من موهبتي أكثر وأكثر. جميل. لكن يعني خالد، يعني هناك أعمال لك ليست لفنانين معروفين، يعني عرف عن فرقة مشاقر تعز بأنها تأخذ من الأغاني اليمنية الأصيلة وتعمل على تقديمها بشكل حديث ويعني متوافق مع الآلات الحديثة. لكن أنت كفرد في هذه الفرقة، يعني هل كان لك أعمال خاصة بك تميز بها خالد المخلافي؟ أعمالي الخاصة أكثرتي كان في مجال الرسم، في مجال الغناء يعني بعض أعمال ليست كثيرة. لا زلت يعني تعمل على
تحضير لأعمال قادمة ستكون مثلا يعني خاصة بك وتحمل اسم خالد وليست يعني مأخوذة من فنان آخر وتم تحديثها وما شابه؟ نعم، إن شاء الله بسجل أغنيات جديدة إن شاء الله بقدمهن تكون خاصة في بي أنا. طبعا برضو بموضوع الشهرة، يعني أنا لما عملت لفة داخل صفحتك من ساعة تقريبا وجدت أنه حتى في مواطنات صينيات يعني حاملة صورة حسابك في الفيسبوك وحساب صفحة مشاكر تعز، يعني أعتقد أن الشهرة واصلة إلى حد كبير. أيوة، كان في تفاعل مرة، يعني الفيديو اشتهر بشكل مش طبيعي لدرجة أنه وصل لأكثر من دولة عربية وأجنبية. بس هذه موضوع أصلا تقريبا هي منسقة مع أصدقاء هناك، يعني نشر الفتيات صينيات لصور مشاكر تعز الصفحة وكذا، يعني أيوة في تنسيق، في تنسيق مع الأصدقاء، وفي بعضهم يعني مشاركة منهم كفيديو، مثلا تصوير فيديو خارج يعني خارج اليمن، في كثير أكيد. طيب خالد، يعني ايضا كما عرفنا عنك انه الى جانب يعني موهبتك الغنائيه ايضا انت رسام وتجيد الرسم، يعني لو تضعنا بصوره عن موهبتك في مجال الرسم، يعني انت اولا مجال الرسم، هل رسمك يقتصر على رسم شخصيات ام لوحات معينه ام ماذا؟ يعني حدثنا عن هذه التجربه. طبعا التجربة كانت من عمر 6 سنوات، كنت أبدأ أرسم أشياء وأدخل في تفاصيل، يعني فبدأت المشاركة بالمدارس والمعارض، وأيضا إلى جانب أنه نزحت بعد الحرب طورت من موهبتي أكثر من خلال البحث بالإنترنت، وكمان حاولت أنه أطور نفسي وخلي الناس يعرفوا من هو الفنان خالد المخلافي. نعم جميل، ونحن أيضا يعني لكي يعرف الناس موهبة خالد سنذهب الآن لاستعراض مجموعة من الرسوم التي عمل على إعدادها خالد المخلافي، ونتمنى أن تنال إعجابكم مشاهدينا، نتابع. إذن إبداع وتميز، يعني الصور في غاية الجمال خالد، يعني طبعا زي ما يقولوا بالبلدي بتصلبط عليك، أنا طبعا منتظر منك صورة لازم ترسمنا. إن شاء الله إن شاء الله. إذن طيب الآن بسألك هنا سؤال، يعني أيهما أقرب إليك، الرسم أم الغناء؟ الأقرب إلي الأكثر الرسم، الغناء يعني بدأت في بو من عمر 6 سنوات كمان، بس التطور الأكثر كان جانب الرسم، إن شاء الله أطور موهبتي بالغناء أكثر وأكثر. نعم. طيب بالنسبة للموهبتين، يعني هل تكونت معك عن طريق الموهبة المكتسبة، يعني التي وجدت نفسك يعني في فترة من الفترات وأنت ترسم أو تغني، أم أن الموضوع يعني ارتبط بدراسة و عمل متواصل حتى وصلت إلى هذا المستوى؟ طبعاً هو كان أول شيء موهبة لدى الغناء والرسم، بدأت أطورها وأبحث من الإنترنت، وبالغناء أيضاً أسأل أساتذة كبار معروفين طبعاً، فبدأت أشتغل عليهن أكثر وأكثر إلى أن دخلت التخصص بالجامعة فنون تشكيلية.
حلو. طيب يا خالد، يعني أنت مثلا حاليا في تعز، يعني إذا مشيت في الشارع يعني تلاقي ناس ممكن تعرف من أنه خالد، أو يستوقفك بطريق هذا خالد اللي يعني غنى أغنية كذا وكذا، يعني هل في هذا الشيء؟ نعم أكيد. أول فيديو، أول ما ظهر الفيديو كان في إقبال كبير، وللآن الحمد لله يعني في ناس يعرفونه وعارفين من خالد المخلافي جانب الرسم أو الغناء. جميل. طيب الآن أنا يمكن اللي عرفتهم لحد الآن هم موهبتين، الرسم والغناء، هل لخالد مواهب أخرى كمان؟ أيضا في معي التمثيل المسرحي، قد كنت أشارك في المدارس. جميل. وآخر مسرحية قبل 3 أيام مسابقة بالجامعة شاركت فيها. رائع. إذن متعدد المواهب خالد. طيب يعني ما هو أكثر حدث يعني تشعر أنه يعني غير من حياتك ووضع يعني أو صنع لحظة فارقة في حياتك؟ أحيانا ربما بعض المواقف إن كانت سلبية أيضا تترك أثر كبير في حياتك، وإن كانت إيجابية أيضا تنقلك إلى حياة جديدة وتصنع منك إنسان جديد. هل في حياة خالد موقف معين يعني غير من مجرى حياته إلى حد كبير؟ في طبعا مواقف، يعني أكبر موقف كان حق مشاقر تعز، وأيضا بجانب الرسم يعني في أشخاص يصحونا أنه يعني أرسم أشياء معبرة، أشياء تلامس الوضع الحالي كالحصار في تعز وأشياء أخرى. فبدأت أحرص أنه أكون يعني بشكل منضبط أكثر، وأنه أطور من نفسي أكثر علشان أظهر بصورة جميلة للناس. نعم. طيب يعني كشيء غنائي أو رسمة من رسوماتك يعني تجدها أقرب إلى القلب، ما هي؟ أكثر رسمة إلى القلب قد تكون شخصية معروفة في المسلسل. ما هي الشخصية بالضبط؟ مسلسل تركي، مسلسل قيامة أرطغرل. ها، إذا جميل. طيب كجانب غنائي، ما هي أكثر الأغاني يعني ارتباطا بها وقربا إلى قلبك؟ سواء يعني غنيتها أو لم تغنيها، يعني أغنية تجدها يعني خالد مرتبط بها ارتباط وثيق ودائما ما يغنيها أو يسمعها. طبعا أكثر الأغاني هي أغاني أيوبية، أيوب طارش عبسي طبعا، وفي أغاني طربية. حدد لي واحدة لأنه بخليك تغنيها بالأخير. حرام عليك ترمي الغزل يا رامي. خالد حدد لي اسم الأغنية عشان إنك بتغنيها في الأخير. الأغنية حقها حرام عليك ترمي الغزل يا رامي. تمام، إذا خليك جاهز بتغنيها بعد شوية. تمام. أوكي. تمام. طيب نتكلم على الدعم خالد، يعني في حد يدعمك يعني سواء ماديا أو معنويا، أم أن يعني جميع أعمالك اللي تشتغلها يعني كذا فقط إنه بحافز ذاتي بعيدا عن أي دعم؟ أول دعم هو الدعم من العائلة والأصدقاء أيضا، وأكبر دعم لي والحافز اللي خليني أكثر أشتغل على نفسي اللي هو الجمهور المتابعين اللي في الفيسبوك والإنستغرام. نعم. طيب يعني كجمهور يعني من أين يستطيع متابعة أعمالك؟ يعني فقط كما قلت إنستغرام وفيسبوك، أم هناك يعني نوافذ جديدة بالإمكان الاطلاع على أعمال خاصة بخالد المخلافي؟ طبعا أنا الآن أعمل في الفيسبوك والإنستغرام، أعمالي كلها معروضة هناك. وإن شاء الله عن قريب ببدأ أشغل في اليوتيوب قناة إن شاء الله، وأبدأ أعمل دروس للشباب. جميل. طيب خالد، يعني في أعمال جديدة تحضر لها حاليا سواء غنائية أو فيما يتعلق بالرسوم؟ طبعا بالرسوم في أعمال قادمة إن شاء الله عن فك الحصار عن تعز. جميل. الأغاني
بقدم إن شاء الله أغنية جديدة إن شاء الله بسجلها باستوديوهات فن. جميل. طيب يعني أنت موهبتين واضحة موجودة عند خالد، لكن يعني ما هي الموهبة التي تجد نفسك أنك مايل إليها بشكل أكبر؟ بمعنى يعني تفرغ معظم وقتك للرسم أم للغناء؟ أم هذا بعيدا عن الالتزامات المتعلقة بالدراسة والعمل وغيره، لكن في وقت الذي يعني تفرده أو الوقت الذي تخصصه للموهبة تجد نفسك أكثر ميولا للغناء أم للرسم في هذا الوقت؟ طبعا هو جانب الدراسة في الرسم، لكن في الجانب الغنائي هو أكثر شيء. رائع. طيب ما هي طموحاتك المستقبلية والقادمة؟ طبعا طموحي إنه في الجانب الدراسي أصبح مدرس فنون تشكيلية، وفي الجانب الفني أصبح فنان غنائي أشارك في حفلات وفي مسابقات أيضا. جميل، أتمنى لك كل التوفيق خالد، لكن يعني زي ما قلت لك قبل شوية أنه لازم أغنية تشي تغني حرام عليك لفناننا الكبير أيوب طارش في أغنية كمان أخرى تحبها ولا شيء، ممكن تغني لنا أغنيتين ثلاث مش مشكلة، تفضل. حرام عليك كتير من الغزل يا رامي، بالله عليك ريد النبال ردة، أنا الذي ساهر عليه منامي، كم طال ليلي ما عرفت رقدة، ما عرفت رقدة، أيا شريك روحي عليك سلامي، من قلبي المجروح أنا ونهدى، أيا شريك روحي عليك سلامي، من قلبي المجروح أنا ونهدى، يا ليتنا عندك تسمع كلامي، نستعمل الصمت والوتر نشد، والوتر نشد، يا ليتنا عندك تسمع كلامي، نستعمل الصمت والوتر نشد، والوتر نشد، نستعمل الصمت والوتر نشد. الله عليك، الله عليك يا خالد، طبعا حركت المشاعر يا خالد. إذا خالد أبدعت وأتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله يعني نشوفك فنان ونجم كبير، وبعدين أهم شيء تذكرنا يعني بعد الشهرة وكذا. أمسي خالد ربنا يوفقك، وشكرا جزيلا لك بحضورك معنا في هذه الحلقة، ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيفنا خالد، والشكر لكم متابعينا، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميلة وئام الأكحلي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.